أنه جيش القلادة. لقد أثبت الجيش المصري أنه جيش القلادة بامتياز. ومن بعد الآن أقول للشباب لابد أن يشكل في شمال سيناء مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب، مجلس حرب. ثانيا لابد أن تتخذ انتهاءات السلمية. شمال سيناء لابد ان يعلم الجيش المصري والشرطة المصرية والمخابرات وهو القضاء والاعلام المصري الخائن وأقول للتيار الإسلامي